نجي على موضوع آخر، هو الـ impedance ratio. لو فرضنا عندي ترانسفورمر، الشكل اللي قدامك ترانسفورمر هذا مربوط إلى حمل مقداره Z2، هو impedance هذا حمل مقداره Z2 بالسكوندري سايد، فراح تكون Z2 هنا تساوي الـ V2 فولتية على التيرمينال مالته على التيار اللي يمر بيه، ف Z2 تساوي V2 على الـ I2. Z1 تساوي V1 على الـ I1. لو قسمنا Z2 على I2 Z1 راح يساوي V2 على V1 في I1 على I2. يعني من أصف الـ V بجهة والتيار بجهة راح أحصل على أن Z2 على Z1 تساوي V2 على V1 في I2 I1 على I2. هذا شيء يمثل K، هذا شيء يمثل أيضا K. فإذا Z2 على Z1 يساوي K تربيع. إذا حصلت على الـ impedance ratio اللي هي Z2 على Z1 تساوي square of voltage transformation ratio الـ K، يعني هو يساوي مربع الـ K اللي احنا أخذناه في بداية الترانسفورمر. من جهة أخرى، او الكلام من جهة اخرى، انه الامبيدنس Z2 بالسكوندري Z2 بالسكوندري اللي هي موجودة بالسكوندري راح تساوي Z2 على كي تربيع اذا نقلناها للبرايمري. طبعا راح اشوف هنا بالترانسفورمر اكو خاصية من اسوي اناليسز للترانسفورمر، ممكن انقل الـ X1 والـ R1 من البرايمري للسكوندري، أو العملية بالعكس أنقل الـ R2 والـ X2 من السكوندري للبرايمري. طبعا هذه الخاصية هي نسميها الريفيرد أو الترانسفير، هسه راح ناخذهم إن شاء الله بعد هاي الاستعداد. فإذا من أريد أنقل الزت من السكوندري اللي هي موجودة موقعها بالسكوندري للبرايمري، فراح اقسم اقول Z2 على كي تربيع، هاي معناها راح انقلها ترانسفيرد تو برايمري. الامبيدنس Z1 ان برايمري تصبح كي تربيع في Z1 لما انقلها من البرايمري للسكوندري. نفس الكلام بالنسبة لل R2 وبالنسبة لل X2، لأنه ال R2 على R1 تساوي كي تربيع، وال X2 على X1 يساوي كي تربيع. طلعنا خلاصة من ال impedance ratio، هذه الملاحظات هي كالآتي: أول شيء ال resistance R1 هي موجودة موقعها بالبرايمري سايد، تصبح كي تربيع في ال R1 لما انقلها وين؟ للسكندري. يعني من اجي هاي المقاومة واروح اوديها للسكندري، من اجي اسوي تحليل وانقلها من البرايمري للسكندري اضربها في كي تربيع، يلا انقلها للسكندري. الريزيستنس R2 موجودة وين موقعها؟ هي بالسكندري سايد، انقلها للبرايمري لازم اقسم على كي تربيع. فشوف النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية اقسم الـ R2 على الكي تربيع لما انقلها من البرايمري للسكندري. نفس الكلام بالنسبة للـ X2، الـ X1 اللي هي موقعها بالبرايمري سايد انقلها للسكندري سايد اضربها في كي تربيع، والرياكتانس X2 انقلها من السكندري سايد اللي هي موجودة بيه للبرايمري اقسم على كي تربيع، بالتالي معناها نقلتها للبرايمري سايد. بالتالي راح اثبت فد ملاحظات عامة، اسجل هاي الملاحظات العامة. اول شي لما اريد انقل ريزيستنس او رياكتانس من البرايمري للسكندري، من البرايمري للسكندري، من اريد انقل الار 1 والاكس 1 برايمري للسكندري اضرب في كي تربيع. من اريد انقل ريزيستنس ورياكتانس من السكندري للبرايمري اقسم على كي تربيع. نفس الشيء بالنسبة اريد انقل فولتية وتيار، هسه راح نشوف ما راح انقل بس ار واكس من برايمري سكندري او من السكندري، راح انقل فولتية وتيار هميا.
فمن اريد اسوي ترانسفيرنج فولتج اور كرنت من وان وايندينج تو اذر وايندينج اونلي كي، راح استخدم فقط كي اللي هو نفس الكلام. يعني من اريد انقل في 1 ان برايمري تصبح كي في في 1 بالسكوندري، والفي 2 تصبح في 2 على كي من انقلها من السكوندري للبرايمري. نفس الشيء بينما التيار بالبرايمري، بس التيار هنا بالعكس العملية، التيار راح يصبح اي 1 على كي لما اروح انقله من البرايمري للسكوندري، ويساوي الكي في الاي 2 من انقل الاي 2 من البرايمري من السكوندري للبرايمري. طبعا هذا موجود صفحة 280 الامبيدنس ريشيو. زين، هذه هي بالنسبة للامبيدنس ريشيو وشنو الاستفادة من هذا. طبعا من هسه راح نجي الشيفتنج امبيدنس اوف ترانسفورمر. راح اسوي هسه الشيفتنج امبيدنس ترانسفورمر. هسه الشكل اللي قدامي هو ترانسفورمر، نوعها براكتيكال ترانسفورمر، بها ار 1 واكس 1 ممانعة ومقاومة بالبرايمري سايد، وعندي ار 2 اكس 2 موجودة بالسكوندري سايد. عدد لفات البرايمري هي ان 1، عدد لفات السكوندري هي الان 2. الكي هي نسبة التحويل اللي هي ترانسفورميشن فولتج ريشيو تساوي ان 2 على ان 1. هاي التعريفات العامة للترانسفورمر. زين، هسه هاي المحولة اللي قدامي اللي هي صارت سكندري وبرايمري بها R1 زائد JX1 و R2 زائد JX2 بالبرايمري سايد والسكندري سايد. زين، نجي هسه على أول طريقة أو أول حالة refer to primary. طبعا هذين مهمات جدا وتركز عليهن وتفهم شنو معناه. من اقول referred to primary واكو referred to secondary، اسوي شي referred to primary. من اقول عبارة referred to primary معناها انقل الريزيستنس اند رياكتنس بالسكوندري انقلهم للبرايمري. وقلنا من انقل شكو انقل بالنسبة للريزيستنس والرياكتنس من السكوندري للبرايمري اقسم على قيمة الامبيدنس ريشيو على الزد تربيع. فراح اشوف انه لما انقل السكوندري ريزيستنس او رياكتنس تو ترانسفير تو برايمري، هنا راح اقسم على كي تربيع، وهذه راح اسميها equivalent secondary resistance on reactors referred to primary side and، ونرمز لها بالرمز R2 داش وال X2 داش، R2 داش و X2 داش. اذا من تسمع عبارة refer to primary معناها جاي ينقل لل R2 وال X2 من السكندري للبرايمري، ومن انقل R2 وال X2 من السكندري للبرايمري اقسم على كي تربيع. احنا الملاحظات اللي حكينا عليه، بالتالي راح يصير عندي للترانسفورمر بصورة عامة equivalent resistance of transformer. هاي الكوفيلنت هي عبارة عن اسمها R01 تساوي ال R1 مقاومة الريزيستنس بالبرايمري اللي احنا ما عدلنا عليه نفسها R1 باقي بالبرايمري سايد، زادا R2 داش اللي رمزت لل R2 لما انقلها من السكندري سايد للبرايمري R2 داش اللي يساوي R2 زادا كي تربيع. اذا هذه هي equivalent resistance of transformer. equivalent reactance of transformer referred to primary ايضا ارمز لها بالرمز x2 1 وتساوي x1 زائد x2 داش. نفس الشيء x1 تساوي x2 على كي تربيع، وبالتالي حصلنا على x01 اللي هي تساوي x1 زائد x2 داش وتساوي x1 زائد x2 على كي تربيع. هسه بما انه حصلنا على ال R01 وال R وال X01، ممكن راح نحصل على الاكويفالنت امبيدنس اوف ترانسفورمر ريفيرد تو برايمري
تساوي زد زيرو ون تحت الجذر ار زيرو ون تربيع زائد اكس زيرو ون تربيع. وهذا هو الشكل النهائي للترانسفورمر لما سويتها ريفير تو برايمري. هذا الار 1 اللي هي ما صار بها تغيير، هذه هي الار 2 داش اللي صارت ار 2 على كي تربيع، هاي اكس 1 ما صار بها تغيير، هذه اكس 2 داش اللي صارت اكس 2 على كي تربيع، وهاي نسبة التحويل. شوف الريزيستنس هنا اند رياكتنس بالسكوندري ريفير تو برايمري، نلاحظ انه صار ما عندي لا ريزيستنس ولا رياكتنس بالبرايمري سايد. هذا اول شيء سويت لها ريفير تو برايمري. الرجاء انه تسمع بالسؤال ريفيرد المن، ريفيرد تو برايمري انقل محتويات اللي هي الار 1 والاكس 1 الالفا ار 2 والاكس 2 من السكندري سايد للبرايمري. تسمع هسه الحالة الثانية اللي هي ريفيرد تو سكندري، هنا اجي ان انسب الانسب قيمة ال R1 والX1 للسكندري سايد. هنا من أسمع عبارة refer to secondary من أنسب قيمة ال R1 والX1 للسكندري سايد راح يصير لما ال primary resistance and reactance أنقلها من السكندري من ال primary للسكندري، هنا راح نضرب في كي تربيع، وهنا راح نسميها equivalent primary resistance or reactance refer to secondary side، ونرمز لها بالرمز R1 داش X1 داش R1 داش X1 داش. هسه راح نجي نوجد قيمة ال R1 داش وال X1 داش اللي هي بالأساس تساوي R1 في كي تربيع و X1 في كي تربيع. خلينا نجي بعد ما نقلنا أو نسبناهم من البرايمري السكندري، خلينا نجي نوجد الإكوفلنت ريزيستنس اوف ترانسفورمر، خلينا نجي نوجد equivalent reactance of transformer. فال equivalent resistance of transformer referred to secondary راح تساوي R، نرمز لها بالرمز R 02 وتساوي R2 زائد R1 داش ويساوي R2 زائد K تربيع في ال R1. نفس الشيء equivalent reactance of transformer referred to secondary X02 يساوي X 2 اللي هي ما صار عليها تغيير باقية ثابتة زائد X1 داش ويساوي X2 زائد كي تربيع X1. نفس الموضوع همين من أريد أوجد equivalent impedance of transformer refer to secondary، فزد 02 يساوي تحت الجذر R02 تربيع زائد X02 تربيع. بالتالي equivalent ترانسفورمر هو هذا راح يصير عندك، راح تشوف الريزيستنس R2، هذه ال R2 ثابتة هي بالسكندري سايد، من نقلنا لها ال R1 صارت R1 داش كي تربيع في ال R1، X2 هي ثابتة بنفس السايد ما متغيرة، راح ال X2 داش تساوي كي تربيع في X1 عفوا داش يساوي كي تربيع في ال X1. راح نشوف من جهة السكندري سايد نقلت كل المكونات الترانسفورمر ال R1 وال X1 وال R2 وال X2 بالبرايمري سايد، ما بقى لي لا رياكتانس ولا ريزيستنس. طبعا الغرض من هذه احنا جاي نسوي هاي نسهل عملية الاناليسيز اوف ترانسفورمر. بالحقيقة هي ما موجودة عنها شنو عندي مقاومة انقلها البرايمري، شنو انقل مقاومة للسكندري بالترانسفورمر، لكن هنا من اريد احلها رياضيا واسهل العملية انقلها من البرايمري السكندري حتى يكون الاناليسز مالتي سهل. طبعا قبل لا ناخذ امثله خلينا اوضح موضوع مهم جدا، انه من اسوي لها ريفيرد من البرايمري للسكندري او اسوي ريفيرد من السكندري من السكندري برايمري او من برايمري السكندري، هنا الباور لوسز القدرة انا جاي يصير عندي باور لوسز بالار 1 وبالار 2 راح تكون اذا سوينا اذا كانت المحولة على وضعها الطبيعي تكون الخسائر نفسها اذا سوينا لها ريفير تو برايمري، الخسائر تكون نفسها اذا سوينا لها ريفير تو سكندري. هاي مهمة الملاحظة، ان احنا انا ما جاي اتلاعب بتصنيع مال المقاومة، فقط جاي اسوي اناليسز عندي بالبرايمري والسكندري.